سلام عليكم. بندخل بالقصة على طول، قصة مشوقة وتحتاج إلى تركيز. القصة الله يسلمكم لإمرأة اسمها حمدية من أهل أبوظبي، متزوجة وتحب زوجها حب كبير جدا، لكن عندهم مشكلة إن ما جتهم عيال، والعيب من الزوج. بعد عدة فحوصات ومحاولات وروحات وجيات أبدا ما في أمل، والكلام هذا كان في أول السبعينات. الزوج كان دائما يقول حق زوجته حمدية، يقول لها شوفي الآن صار لنا 10 سنوات متزوجين، وانت العمر قاعد يمشي فيك، وأنا ما فيني عيال، إذا تبيني أطلقك ترى أنا ما عندي مانع، وتروحين تشوفين حياتك. تقول له شوف دير بالك مرة ثانية تقول لي هالكلام، أنا أحبك وأنت عندي في الدنيا كلها، وموضوع العيال هذا من رب العالمين ما تدري. قال لا جزاك الله خير، وهي كل ما لا تزيد بحبها لهالرجل هذا زوجها. لكن يوم الأيام قالت له اسمعني، أنا عندي حل لمشكلتنا. قال لها شنو؟ قالت له ايش رايك نتبنى من احد دور الرعايه، ونتبنى بنت ونربيها وناخذ فيها اجر ونعوض يعني موضوع الخلفه هذا الى ان رب العالمين يقسم لنا. قال لها والله فكره حلوه، ما عندي مانع، وشلون ونسال وكذا. وفعلا بدوا يسالون، قالوا يبقى افضل شيء نروح الى احد الدول العربية أو الدول الأفريقية. قعدوا يسألون أي دولة وشلون طريقة، لأن كل دولة لها نظام في موضوع التبني، في دول تسهل العملية، في دول لا صعبة ولازم ما تغير الاسم وقانونا وشرعا وكذا. المهم شافوا لهم دولة من الدول الأفريقية وسافروا هناك وشافوا بنت عمرها 2 سنة. قالوا خلاص هذه اللي نبيها، قدموا كل الإثباتات إنهم عائلة يعني متوسطة الدخل، يقدرون يعيشون هالبنت، وإنها ما عندهم عيال، ووافقوا هالدولة على الشروط، وفعلا خذوا البنت وتبنوها بشكل رسمي وطلعوا لها إثباتات. ولما رجعوا إلى أبو ظبي قدموا الأوراق إنها شنو، إن البنت هذه هذه أمها ولدتها لما كانوا في الدولة الأفريقية علشان تكون الإجراءات رسمية وتسجل البنت باسمه. كانوا مضطرين يسوون الحركة، يبون البنت خلاص يعني ما تحس بأي شيء إذا كبرت، أو الناس تعرف إن هذه متبني ومن هالكلام. وفعلا ضبطوا أمورهم وسموها سلوى. دخلوها المدرسة ودلعوها ويشتروا لها ويحافظون عليها، والأم طايرة في سلوى، والكل يناديها أم سلوى. البنت بشرتها حنطاوية تختلف عن حمدية وزوجها، لكن أبدا اللي يسأل يقولون لا ربما يعني عادي، اختلاف البشرة هذا وارد وتسمونها الطفرة الجينية يعني شيء عادي. المهم راحت السنين، جت السنين، كبرت البنت، لكن ظهرت عليها بعض المشاكل اللي هي سلوى. شنو مشاكلها سلوى؟ سلوى طلعت بطيئة في الاستيعاب وفاشلة دراسيا، وتحتاج إلى مذاكرة بشكل يومي ودروس خصوصية ومراجعات. والأم حمدية ما قصرت أبدا، حاولت بشتى الطرق، إلا أن البنت كل مرحلة دراسية تسقط فيها 1 أو 2 سنوات، إلى أن وصلت إلى مرحلة الثانوية اضطروا أن يحولونها إلى يسمونها المسائي أو الفترة المسائية، لكن كذلك ما مشى الحال، كل سنة تسقط. والبنت بدت عليها بعض الأفعال المراهقين بعد ما تعرفت على بعض الفتيات، وبدت البنت ترادد أهلها ومشاكلها واجد، وتهرب من البيت ويطاردون وراها بهالمراكز الشرطة، يعني بدوا يعيشون معاها معاناة اللي هم المراهقة، لكن مراهقة كانت عنيفة جدا، ويحاولون يحافظون عليها بشتى الطرق. مالكم بالطويلة، راحت السنين وجت السنين، وتعرف يوم من الأيام
سلوى على شاب، شاب سوداني مقيم في أبوظبي. تعرفت عليه وأعجبت فيه، وهو كذلك بدأ يعشمها موضوع الزواج، وهي شافت عمرها يعني دخلت بالعشرينات ولا تزوجت، وصديقاتها تزوجوا وبدت تشعر بهالشعور هذا، وهذا الحبيب بدأ يرسم عليها موضوع الزواج، لأن هذا الشاب أصلا يعني عايش في بيت أمه وأبوه في أبو ظبي، لا يشتغل لا يدرس، الولد عنده مشاكل يعني سلوكياته في المجتمع شوي، ولا يدرس عالطالي بطالي، وشاف البنت بدأ يستغلها ويضحك عليها ويقابلها ومن هالكلام، ففاتحها في موضوع الزواج. قال لها يا سلوى أنا بتزوجك. راحت قالت حق أمها وأبوها إن في شاب سوداني وبدأ قدم لي وكذا، قالوا والله والنعم خلينا نشوفه. لما جاء الشاب اسألوا عنه، ولا الولد عنده مشاكل، الولد ما هو مضبوط، صحيح إن أبوه كذلك دكتور كان في أحد الجامعات في الإمارات، إلا أن الولد أصلا من أصحاب المشاكل، ارفضوا. قالوا حق سلوى لا هذا مستحيل نوافق عليه. البنت قالت غصبا عليك ما تزوجه، يا بنت يا بنت الحلال ما يصير، عيب الكلام اللي قاعد تقولينه، هذا ما ينفعك، هذا باكر راح يورطك كذا، عنده مشاكل. قالت لا انا اعجبت فيه وانا حاسه ان حياتي ومستقبلي مع هالفارس هذا، فارس احلامي. قالوا لها مستحيل. هني بدت سلوى تتمرد على اللي تبنوها، وخصوصا لما وصل لها خبر بعد التمرد هذا والمشاكل، وبدوا الناس اللي يدورون يعني فرصة ان يخربون بيوت العالم، اكشفوا لسلوى القصة، لان موضوع التبني كان اللي يعرفونه ناس قليلة جدا حوالين الأسرة هذه، ما حد يدري. يوم الأيام واحد فيهم مبلغ سلوى، قال لها يا سلوى ترى هذول اللي قاعدين يمنعونك انك تتزوجين الشخص اللي انت تحبينه، ترى هذول ما هم لا هي امك الحقيقية ولا هذا ابوك الحقيقي، وما لهم حق يمنعونك من الشيء اللي انت تبينه. يحاول يحرضها. البنت يوم عرفت هالكلام وتروح لأمها وأبوها، هل صحيح الكلام؟ هل أنا متبنية؟ تكلم. قالوا لها لا، اللي قالت هذا يكذب عليك، يا أنت بنتنا وأنت كذا، شلون زين ليش ما عندكم عيال غيري؟ زين ليش بشرتي غير بشرتكم؟ تكلم وأضغطت عليهم وتحاول وتسبب لهم مشاكل علشان تبي تعرف. المهم بالنهاية حمدية المسكينة قالت لها يا بنتي أنا تبنيتك وأنا ما قصرت معاك وأحبك وكذا وكذا. قالت لا 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 إلا تقولي لي أنا من أهلي. قالت لأهلك أنا ايش عرفني فيهم، لكن إحنا خذيناك من الدور الرعاية في الدولة الفلانية، تبي تروحين تسألين كيفك. المهم فعلا البنت بدت تدور الأكشن، كانت عايشة حياة سعيدة، ما أدري ليش تدور وتنبش بالتاريخ. فعلا سافرت إلى الدولة الأفريقية وراحت إلى دور الرعاية، وطلعوا لها ملفها واكتشفت من عائلتها، عائلة فقيرة جدا، أمها وأبوها متوفين، وعندها أخوات وأخوان كل واحد متزوج وعايش في ديرة، يعني مأساة. رجعت مرة ثانية لأبو ظبي، وكلها قهر وحقد على أمها وأبوها اللي ربوها، ان ليش ما تقولولي، وان انا طول عمري يتيمة ومخبين علي، وكانت تشعر انها كانت مخدوعة، ما تقول ان هذول يعني انتشلوني من الفقر وربوني، لا التفكير راح بعيد، وخصوصا كانت تدور الزلة عليهم علشان تجد فرصة للزواج من الشخص اللي هي تحبه. مالكم بالطويلة، قالت لهم أتزوج غصبا عليكم، قالوا لها ممنوع ما تتزوجينا، وانت بنتنا مهما كان حتى لو كنت متبنية احنا ربيناك طول هالعمر وانت باسمنا وانت كذا، ما نرضى انك تتزوجين شخص سيء مثل هذا.
احقدت عليهم حقد، لكن شنو كان نتيجة هذا الحقد؟ اسمع عندك هالسالفة هذه والصدمة اللي صارت. الكلام هذا الله يسلمكم كان في أواخر التسعينات. سلوى كان عمرها تقريبا 30 سنة تقريبا. يوم من الأيام أمها حمدية طاحت مريضة، صخونة وإنفلونزا وشوية عبت، وهي مرة كبرت كذلك وتحتاج إلى رعاية، وكانت عندهم شغالة قالت للشغالة سوي لي شوربة، وتروح سلوى قالت حق شغالة خلاص أنا أسوي شوربة. الشغالة استغربت أطردتها من المطبخ، وفعلا سوت الشوربة، لكن شنو حطت داخل الشوربة؟ جابت تعرفون قنينة البيبسي أو الزجاج أو البطل، إحنا نسميه بطل، زجاج، وتكسره وحطته في قطعة قماش وقعدت تطحن فيه، تضربه بالهاون هذا اللي يطحنون فيه الهيل ويطحنون فيه الهواء، وتطحن فيه الزجاج إلى أن صار مثل الرمل أو البودرة، وتاخذه وتحطه داخل الشوربة. شنو مشكلة الزجاج لما يكون كأنه بودر؟ ما له طعم، يعني إذا انخلط مع أي شيء ما راح تحس فيه، ويكون ناعم جدا لدرجة أنك تعتقد أن هذا يمكن من مكونات الأكلة اللي أنت قاعد تشرب، هذا الخطر فيه. وتقوم هالمرة المسكينة وتشرب هالشوربة. بعد ساعتين ثلاثة بدأت تحس بآلام في المعدة، أم لما تدخل الحمام وبدأ يطلع منها الدم، وقامت تستفرغ دم. المهم ويطيرون فيها إلى المستشفى. أنا كل ما أصور يمر علي واحد غبي فاتح قزوز يزعج العالم ويطلع بالكاميرا بتصوير، لكن ماني قاطع هالتصوير هذا، مالكم بالطويلة. دخلوه المستشفى للعناية المركزة وحاطينها تحت الأجهزة والملاحظة، وما هم عارفين بالضبط إيش فيها، لأن الأشعة المبدئية اللي سووها أن فيها نزيف داخلي عنيف جدا، يعني من الحنجرة ويمر على المريء ويمر على المعدة ويمر على الغولون ويمر على، ما هم عارفين يوقفون النزيف أو شنو أسباب النزيف. طول فترة وجودها في العناية كانت سلوى جالسة جنبها علشان تطمئن أن ما حد يحقق معاها أو يستفسر منها أن متى بدت معاك الحالة، شنو آخر شيء شربتيه، شنو القصة، أبدا، ولا أن الموضوع يوصل فيه إلى التحقيق. وفعلا نجحت سلوى في هالمهمة، وتوفت حمدية رحمة الله عليها، واعتقدوا أنها وفاة يعني طبيعية، نزيف داخلي بسبة الأكل، وأنها مرة كبيرة وأنها ما أدري شنو، ما حد انتبه على الموضوع وماتت رحمة الله عليها. أرجعت سلوى طبعا سوت عزة لمدة أسبوع وهي تبكي ومنهارة، هذه حبيبتي وهذه كذا واللي ربتني، حق الناس المقربين اللي يعرفونها. لكن الوحيد في هالدنيا كان عارف قصة سلوى إنها طحنت الزجاج كانت الشغالة، لأنها لما طردتها من المطبخ الشغالة قعدت تتلصص عليها وتشوفها ليش أول مرة تطردها من المطبخ وهي تسوي بنفسها الشوربة، شافتها وهي تكسر في الزجاج وشافتها وهي تحطها في الشوربة. لكن الخادمة قالت أنا ليش أتكلم، أنا أستغل سلوى بهالموضوع. بعد ما توفت أمها وسلوى بدأت تأخذ من الذهب، لأن الأم طلعت مسجلة البيت، هي وزوجها كانوا متفقين ومسجلين باسم سلوى، والذهب كله كانت موصية زوجها إذا أنا مت ولا شيء ترى هذا أنا خاشته ذخر لسلوى علشان ما تبهذب هالدنيا. فعلا سلوى بدأت تأخذ من هالذهب اللي خاشته لها، واكتشفت أن البيت لها، وحاولت أن ما تبين للناس فرحتها باللي صار. الحين صفى لها الأمر أن تتزوج، بس باقي منه؟ باقي أبوها.
ابوها بالتبني طبعا. الشغاله بعد ما شافت سلوى كوشت على الذهب وعلى كل مدخرات حمديه رحمه الله عليها، قالت لها ماما ترى انا شفتك. شنو شفتيني؟ قالت لها شفتك لما انت حطيتي الزجاج داخل الشوربه وماما طاحت مريضه وماتت، لكن انا ما راح اتكلم، بس عطيني من هالذهب. وفعلا قامت تعطيها وقالت له يبا هذا اخر شيء اعطيك اياه وسافري لاهلك. طبعا الشغاله سافرت، لكن قبل لا تسافر راحت بلغت بالقصه كامله لشغاله جارتهم اللي اصلا كانت صديقه حمديه وكانت دائما تزورهم وتعرفها عدل. بلغت الشغاله وقالت لها قولي حق ماما ترى القصه كذا 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 كذا، وراحت لديرتها. طبعا لما درت جاره حمديه بالموضوع وشغالتها قالت لها ترى شغالت ماما حمدية قبل لا تسافر قالت لي ترى سلوى هي ورا مقتلها هذيك راحت وبلغت الجهات الأمنية، لكن الجهات الأمنية ما أخذوا البلاغ لأن هي ما لها صفة رسمية، لا هي أخت حمدية مثلا ولا من أقاربها. وحمدية مسكينة ما عندها أحد من أهلها، كلهم اللي توفى واللي هاجر واللي ما أدري وين، وكذلك أبو سلوى اللي هو بالتبني زوج حمدية هو أساسا يتيم، يعني وحيد أمه وأبوه يوم تزوج، والآن شايب وما عنده أحد غير أصدقائه. هذه لما اشتكت الجارة وحاولت تبلغ رجال الأمن ما أخذوا البلاغ، قالوا له بصفة شنو أنت تبلغين وبعدين ممكن إحنا نحقق ويطلع كلامك مو صحيح. قالت لهم أنا متأكدة وهذا شغالتي، راحوا جابوا شغالتها قالت هذه شغالة حمدية اللي هربت، قالت لي إن سلوى هي اللي سو، راحوا جابوا نفسها سلوى. سلوى أنكرت جملة وتفصيلة، قالت مو صحيح الكلام هذا، وشلون تتهموني إني أنا قاتلة أمي، أنا حزينة عليها وهذه قاعد تبلع علي، وهذه أصلا لها مشاكل مع أمي قبل لا توفى. احتاروا رجال الأمن وفعلا ما كان لهم صفة في بدء التحقيق، يعني ما في أحد من ذوي أهل حمدية مثلا اشتكى، حتى زوجها اللي هو شايب كان معترض اعتراض كلي على التهمة اللي وجهوها إلى سلوى، وقال لا يبا زوجتي الله يرحمها كانت تعبانة أصلا من أول، ومستحيل أن بنتي هي اللي قتلتها. سكروا القضية، لكن بدت السوالف تطلع والناس تسولف وأن حمدية وراء الموضوع، لكن ما حد كان مصدق وما في دليل. راحت السوالف بعد سنة ويتوفى أبو سلوى، لقوه طايح في غرفته، وهو طبعا كان في آخر أيامه وبعد ما توفى زوجته ساءت حالته الصحية، وأصلا كان مقعد في آخر أيامه. المهم لقوه متوفى على الأرض وبدأت تصرخ سلوى والحقوا علي، وحضروا رجال الأمن والإسعاف قالوا يبا هذا متوفي، انقلوه للطب الشرعي وسووا العزاء، والناس بدأت تسولف تقول لا، يعني في الأول قاتلة أمها وفلتت من العقوبة، الآن أكيد هي اللي قتلت أبوها، لكن ما في دليل. أن رجال الأمن أصلا فحصوا الجثة وفعلا وصلهم معلومات أو شبهة يعني جنائية بعد ما سمعوا قصة أم سلوى، وأنه ممكن أنها كانت وراء مقتلها، قالوا خلونا نتأكد من هالقضية بما أن الجثة موجودة، افحصوه ولا الوفاة طبيعية 100%، وأبدا سلوى ما لها علاقة بالوفاة. سكر ملف القضية وتوفى الرجال رحمة الله عليه، وورثت طبعا سلوى كان البيت باسمها أوريدي، وتزوجت هذا اللي كانت تعرفه اللي هو الشاب السوداني، وقامت باعت البيت وسافرت معاه إلى السودان. شو اللي صار؟ وهني كانت بداية القصة طبعا. يوم سافرت السودان وتكتشف أن هذا كان راعي سوابق وبلاوي في السودان، وأصلا أبوه جابه إلى الإمارات عشان بس يفتك من مشاكله. لما رجعوا إلى السودان ومعاهم فلوس، أخذ الفلوس اللي معاها كلها وقال لها نبي نفتح مشروع، وفتح له شركة وقام يستورد المعدات ويبيع ويشتري. المهم بعد فترة لما سحب كل الفلوس اللي عند سلوى قام وطلقها، وكان عنده منها
ولد قال له روحي لديرتك انت وولدك. قامت خذت ولدها ورجعت مرة ثانية إلى أبو ظبي مفلسة وعندها ولد وتدور الإعانة من الشؤون وتدور الإعانة من الحكومة. المهم مالكم بالطويلة قامت تشتغل في النصب على الناس وتوهم يعني قامت تشتغل شغلة زوجها لما كانت في السودان إنه شلون ينصب على الناس ويقولهم تعالى شغل لكم فلوسكم. قامت تنصب ألقوا القبض عليها بعد عدة قضايا رفعت ضد سلوى وتم سجنها وأفرجوا عنها بعد ما قضت المحكومية. المهم سلوى بعد ما أفلست وصارت فيها أمراض الدنيا بدأت تهاجمها من كل صوب، سكري على الضغط، فقدت السمع، فقدت النظر، ابتروا أحد أقدامها، صارت تمشي يعني محتاجة لأحد يشيلها ويوديها ويجيبها، ساكنة على في أحد شقق اللي وفرت له أحد اللجان الخيرية. المهم صار الوضع معاها تعبان جدا إلى أن توفت في يوم الأيام بسبب الفشل الكلوي، والولد رجع إلى السودان عند عمامه هناك عاش، وانتهت قصة سلوى وتفجرت القضية بعد ما توفت سلوى والناس كلها قالوا هذا هو حكم رب العالمين. صحيح انها فلتت من العقاب القانوني لما قتلت اللي ربتها اللي هي حمدية وأبوها بالتبني، لكن رب العالمين عذبها في آخر أيامها، زوجها أخذ كل فلوسها وطلقها وتعبت بالدنيا والأمراض إلى أن ماتت وحيدة في أحد الشقق ودفنوها، حتى الكفن تم التبرع فيه من قبل اللجان الخيرية لها. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.